أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تنطونا آراءكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها أو بالمواضيع اللي أنتوا تريدون تحكون بها. حياكم الله ونبدي الحلقة. وبالبداية اللي يريد يتصل بينا يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة، وتقدرون تحكون ويانا بأي حلقة من الحلقات اللي موجودة، أو عفوا أي رقم من الأرقام اللي موجود بأسفل الشاشة. في حال ما قدرتوا تتصلون بينا، الرقم الأخير اللي بصفه إشارة واتساب، تقدرون تدزوا لنا رسالة على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ الحلقة اليوم مو بالطريقة المعهودة، راح نبدي بأول شيء بالإنفوغرافيك، وتحديدا من قضية مجزرة جسر الزيتون اللي عمرها ما راح تكون في طي النسيان ولا راح ينسوها العراقيين. هذا اللي أكدوا عليه المتظاهرين خصوصا في مدينة الناصرية بمحافظة ديقار، واللي يعتبرون القصاص من قتلة المتظاهرين قضية حق وإنصاف لمن قدم روحه في سبيل أن ينول الشعب العراقي حريته وكرامته. كانت القوات الحكومية بقيادة الفريق الركن جميل الشمري شقيق وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري يوم 28 تشرين الثاني سنة 2019 موجودة على جسر الزيتون، وقامت بمجزرة ضد متظاهرين تشرين في الناصرية. راح ضحية هاي المجزرة أكثر من 120 متظاهر بين شهيد وجريح، وأغلقت اللجنة التحقيقية اللي شكلتها الحكومة ملف القضية بذريعة عدم وضوح مقاطع الفيديو المتداولة وعجزها عن تحديد هوية أفراد الأجهزة الأمنية اللي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، ورما أجلت لمرات عديدة محاكمة المتورطين بهاي القضية. هاي القضية حتى تعرفون تفاصيل أكثر عليها مشاهدينا الكرام، راح نشوفها في هذا الانفوغرافيك اللي صلت قسم التواصل الاجتماعي الضوء عليه حتى الناس تستذكر هاي القضية اللي هم أصلا مناسيها. تعالوا نشوف. مجزرة جسر الزيتون هي واحدة من المجازر اللي صارت بالعراق على يد القوات الأمنية نتيجة تهاونهم في عملهم، نتيجة استغفالهم للشعب العراقي، نتيجة تركهم إلى الواقع والتعامل ويا المتظاهر أو الثائر في ثورة تشرين بطريقة قمعية، علما
أنه التعامل بطرق قمعية لحد الآن سائدة ما بين القوات الأمنية في أي تظاهرة تصير بالعراق، علما أنه كافة تظاهرات العراق كانت سلمية. نبديها من تظاهرات المحافظات الستة المنتفضة إلى ثورة تشرين وما بعد ثورة تشرين، ماكو تظاهرة صارت بالعراق وانشال بها سلاح، لكن انشال على المتظاهرين السلاح. ماكو تظاهرة صارت بالعراق وشفنا متظاهر شاير الشاشة لو بندقية لو قنابل ويشمر على الناس ويشمر على القوات الأمنية، لكن شفنا الاستخدام السيء للغازات أو قنابل الغاز المسيل للدموع وضربها بطريقة مباشرة على المتظاهرين، وكيف حصدت من أرواح الناس الكثير خصوصا الشباب. شفنا استخدام الرصاص الحي بطريقة وحشية كأنما أنت تستخدمها ضد شخص يحاول يقتحم بلدك ويحتل. شفنا هاي الطرق من قبل القوات الأمنية اللي هي من المفترض صمام الأمان للمواطن، واللي اليوم المواطن العراقي فاقد كل الأمان بهاي القوات الأمنية. عندنا اتصال كرار من الناصرية، حياك الله. نعم استاذ، اولا التحيه لك ولكل مشاهدين قناه الرافدين الفضائيه الموقره. حياك الله. طبعا الرحمه والمغفره لشهداء ثوره تشرين. حياك الله. تشرين العظيمه والفات عن المغيبين. طبعا هذه الآلمه، نستذكر هذه الآلمه والفاجعه التي حدثت في محافظه الناصريه لثوار تشرين، يعني من ابشع الجرائم، يعني وكانما سيل من الدماء وكأنما يفتح الرصاص كان على المتظاهرين وعلى المحتجين. نعم. فشيء يعني ما كنا نتصوره من قبل يعني السلطة ومن قبل يعني ميليشيات، وكأنما احنا بالتالي منظمة الإنهاء من العقاب أثبتت بالأدلة المتورط الضابط عمر نزار، هذا الإنسان المجرم حقيقة، وكثير منهم لحد الآن لازلنا نطالب الكشف والقصاص من القتلة الذين قمعوا شباب ثورة تشرين العظيمة. هاي الثورة الناصحة من البياض، هذه الثورة التي رادت أن تؤدي بالعراق إلى بر الأمان بعدما أصبح العراق مستنقع للميليشيات والسلاح المنفلت والعصابات التي اليوم تقاتل وتحارب من أجل الإصابات المنظمة. هذا في التالي اليوم ما نقول إحنا عايشين في بلد ونظام ودستور، وإنما في بلد لا له ليس قانون، في بلد منعدم الحريات. يعني كأنما أنت تطلع الطالب في حقك، يتشرين عبارة عن شنو؟ جت عبارة عن مطالب شعبية، شباب محتجين خرجوا من أجل قوت يومهم الذي لا كانوا يحصلون عليه. يعني في التالي اليوم لما تطلع بوجه السلطة تحمل، احنا ايش طلعنا؟ شنو كنا نحمل؟ لا كنا نحمل، لا ندعي الى حمل السلاح، ولا كنا ندعي الى مثل ما تقول انقلاب، وانما طلعنا بعلم عراقي وفتافاتنا اللي هي ضد السلطة. انما هذا اليوم اللي متحكمين بالسلطة هم ذولي ناس مجرمين قتلوا، والشعب العراقي بريء منهم، لان ذولي سرقوا ما سرقوا من العراقيين، باقوا قوت يومهم. تهرب مليارات الدولارات الى الدول الجوار، والشعب العراقي ظال بالتقاطع جدي. هذا نتيجه اللي يطلع يطالب حقه. نعم استاذ. نعم، شكرا لك اخ كرار من الناصريه. هو احد شباب الناصريه اللي شهدوا هاي المجزره، وهي مو هاي المجزره الوحيده اللي صارت بالعراق، هنالك الكثير من المجازر اللي صارت على يد القوات الامنيه باتجاه متظاهرين سلميين. فيا ترى السكوت عن حقهم صح؟ المشكلة فرق كرار ما بين الدكتاتورية والسلطة الحالية، لأنه في زمن الدكتاتورية اللي هم جوي على ظهر الدبابة الأمريكية اللي تشيل هاي الدكتاتورية، كان اكو نظام وشوارع ومجاري وكهرباء، وما فد يوم مطرت الدنيا وفاضت الشوارع والبيوت طبلها مي، ولا المدارس العراقية كانت آيلة للسقوط، ولا كانت المناهج التدريسية بها نقص، ولا الكتب ولا الحصة التموينية ولا أي شيء، والمي موجود والنهر ماشي. وبظل الحصار 13 سنة من الحصار الغاشم ما صار انخفاض في مناسيب النهر، ولا
جفت السدود العراقية، ولا كان سد الموصل مهدد بالانهيار، ولا 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 ولا، فما بالك في زمن الديمقراطية وانفتاح التجارة على مصراعيها والميزانيات الانفجارية وحال العراق. راح نشوفكم جزء من المشاكل مالتة. أول ملف راح ناخذه ويانا من الملفات هو ملف الطرق والجسور ومشاريع الحكومة اللي أعلنت عنها لتوسعة وتحديث شبكة الطرق خصوصا في العاصمة الحبيبة بغداد. اشتكوا أهالي بغداد من الفوضى المرورية الخانقة جراء تقاعس الحكومات المتعاقبة من 2003 لحد هاي اللحظة عن إيجاد حلول للتخفيف من هاي الأزمة المزمنة، وبها عدة أسباب: سيطرات، قطوعات، كونكريت، شوارع سيئة، عدم وجود تبليط وما بذلك. تزداد يوم ورا يوم ورا آخر استمرار غياب التخطيط وعدم توسيع الطرق والشوارع واستحداث طرق جديدة تستوعب التزايد الكبير في أعداد العجلات، وهذا كله دا يصير في ظل تسجيل حوادث مرورية يومية تؤدي إلى وفاة عشرات الأشخاص وأيضا لها عدة أسباب ما راح نذكرها. لكن مقاطع مصورة من العاصمة الحبيبة بغداد التقطها مواطنون ظهرت بها الازدحامات الخانقة في بعض شوارع العاصمة، وهذا الوقت اللي يستنزف به المواطن وقت كبير وجهد حتى يقدر يتنقل، فشوف معاناة الموظف وولي أمر الطالب والطالب خلال تنقله بهذا الفيديو. الله يساعد العالم. هاي إنجازات السوداني. العالم تخبلت والله، تريد تروح الدوام هين. هاي الازدحامات شوفوا هاي بالمنصور. عم الحكومة دمرتنا والله. جلال المقرناص وشحش الإعمار كله ويا الدوام. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي في زمن الديمقراطية. كل بلدان العالم بها زحام. أكو بعض البلدان أكو بها ازدحامات خانقة. اللي دا يصير بهاي الازدحامات إنه الناس والحكومات بذيك البلدان تحاول تدور طرق حتى تخفف من الازدحامات. وسائل نقل معلقة أرضية تحت الأرض، باصات خاصة في طرق معينة، مترو، تراموي، قطار معلق، جسور، فتح شوارع أكبر. هاي كل دول العالم تفكر بها حتى شنو؟ تقول لك أنا أسهل على المواطن. جماعتنا من 2003 لليوم ماكو شارع جديد واحد انبنى بالعراق، ولا طوروا شارع، ولا شفنا مدينة توسعت. لو نقرأ تاريخ بغداد من بداية ما سميت ببغداد المدورة في زمن أبو جعفر المنصور إلى يومنا هذا، ما راح تشوفون هذا الحال. ناشطين بدورهم يقولون أنه حال الشوارع بالعاصمة ما تغير ورا ما أعلنت محافظة بغداد عن حملة لإعادة تأهيل الشوارع المتضررة، وانتقدوا الناشطين طريقة عمل الشركات المكلفة بتنفيذ هاي المشاريع ورا استعانة الحكومة بعمال ما عندهم خبرة بتشييد الجسور وما عندهم معرفة شنو اللي تحتاج الجسور من مواصفات وضوابط، بوسط مخاوف من تبعات هذا الشيء على أرواح منه؟ أرواح الناس. وتهكموا الناشطين على آلية عمل العمال وطريقة عمل الشركات المتنفذة ورغم استعانت بوسائل بدائية في القرن الحادي والعشرين بتنفيذ عملها. خلونا نشوف. شوفوا يا أبو الشركات الرصينة، باعوا الشركات الرصينة، ديرش الدنقة مال باب المعظم اليوم فتحوها من القالب، بطل مال بيبسي ابو اللتر قاصه بالنص، والسطله مالته بطل كبير مال ارو، هذا ماي ارو. شوفوا دايرشها للدنقه حتى تقطع يا باص حتى تصير تكمه للمستقبل. والله عمي دوختوا الصين واليابان وكوريا وحق الله، دوختوا دول العالم، واصلين فد مرحله بالاعمار مستحيل تقدر دوله توصلها. رش حبيبي رش كثر لها مي، لو ذا بشويه هيل هيل شويه على المي شويه تصير المونه اقوى. عاش تيدك عاش تيدك. هاي يعني هيك كمل هو رشها كلها للدنقه.
ماكو تناكر صغيرة مثلا بالعراق؟ ماكو مرشات وطرق خاصة؟ أبو شركة الإنشاء من شاف هذا العمل زين، كم سطل اللي راح يحتاج العامل حتى يرش الدنقة بالكامل؟ زين من فوق شلون راح ترش بهذا المي؟ تخيلوا بال 2023 العمل بهذه الصورة. طبعا تبين احصاءات انه 50% من الطرق بالعراق ما تصلح لسير المركبات عليها وتفتقر الى متطلبات السلامة والامان. لهذا السبب اطلقت الحكومة مشاريع لتوسعة هاي الطرق، لكن هاي المشاريع اثارت انتقادات الخبراء بسبب اطلاقها بدفعة واحدة من دون ان تنفذ بمراحل لتخفيف الضغط على الشوارع، حتى يحاولون يخففون من عدم حصول الزحامات كبيرة مثل اللي شفناه قبل قليل بالفيديو. وأثار تهديم طرق حيوية وجسور وساحات مهمة في بغداد بنفس الوقت جملة من التساؤلات: شنو سر هذا التفليش وشنو مدى سرعة إنجاز المشاريع في وقت تتحول به العراق أو يتحول به العراق إلى مثال كبير للمشاريع المتلكئة بين العالم؟ خلونا نشوف شلون ألقوا العراقيين على مشاريع الطرق وتوسعتها بطريقتهم الخاصة بمقاطعهم اللي هم صوروها. والله العظيم ملينا. هاك تفضل، هاك يذرع بالفيتر بيمن بالطين والآليات كلهم واقفة وهال الازدحام. الله وكيلك يبتلي 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 يجي جنبها معظم. واش الله وكيلك محمد تبين بس اسم شركة كل شيء ماكو حد الآن، كل شيء ماكو بس حفرة وشارع. حد الآن عملية أي عملية صب وبناء ماكو، بس حفريات. فهي صار لها 3 أشهر يعني. بس شوفوا الازدحامات المسببة هذا المشروع الفاشل. اكو شغلة جذبت نظري في بداية الفيديو، انا بس ارد اسأل سؤال في هذا الفيديو اللي شفناه قبل قليل. بداية الفيديو الشركة اسمها سامكو، هاي قلوا لي من يتذكر سامكو شنو كانت؟ يمكن كانت سامكو شركة نصب واحتيال اذا تذكرون هاي الشركة. ناس لما شافت الكم الهائل من المشاريع اللي قاعد يتفلش وماكو تنفيذ، بس العراقي قاعد يتحول من مكان لمكان وازدحامات، قاموا يتساءلون هاي التساؤلات. اول تساؤل ويانا او اول تعليق من حسين وسام يقول: ابو المثل شي يقول ازرع ولا تقطع. هسه صارت بالعكس، اقطع ولا تزرع وفلش ولا تبني. هذا ينطبق علينا هسه. أبو مهدي الأسدي: أصلاً أحزاب الإطار دخلت للعراق حتى تهدم ما تبقى من البناء التحتية. أبو مصطفى العراقي: الله وكيلك صوتنا راح وإحنا نقول هذا الشغل غلط والمواد رديئة لكن لا إذن تسمع. عبد النبي الحاج خلف يقول: إذا غابت المراقبة والمتابعة والمحاسبة يفسد الفاسدون ويسرق السراق. فكان هذا تعليق الناس على قضية الازدحامات توسعة الطرق دفعة واحدة في أكثر من شارع. عندنا اتصال. محسن من الموصل، حياك الله. قال حيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل شلونك؟ هلا بيك الغالي. الله يسلمك. أستاذ أفل عندي مشكلة الطب والزهور. نعم. ما يقبل ينطولنا سند صورة قيد. ليش؟ للبيت. أستاذ بحجة إن الرسوم مزورة، الرسوم هذول الموظفين اللي اختلسوا الرسوم واللي باقوا وزوروا وتحاكموا عليها. نعم. إيه تحاكموا عليها، إحنا كمواطنين شنو علاقتنا؟ لحظة لحظة. يعني أنتوا رحتوا دفعتوا رسوم إلى جهة، هاي الجهة طلعت مزورة، نعم. الحكومة عرفت بيها. لا هي الطابة ونفسه. هي الطابة ونفسه الأستاذ. إيه يعني الحكومة عرفت إنه هاي الجهة ما الرسوم أو رسوم الطابة مزورة وحكموهم. حكموهم 80 سنة و 50 سنة و 40 سنة. طيب. يعني الشغلة علني، مو سرية صارت. طيب. والبيت باسم والدي. إيه.
اليوم صار لي اربع البيت احنا مشترين من 2004 زين ومحولينه بال 2006 7 حولناه بسنه زين ما عاد اتذكر بالضبط. من ذاك الوقت لحد الان احنا صوره قيد 25 ما عندنا ولا يقبل يصرفون صوره قيد. يا ولي ايش يقول الرسوم ما انطبق. اخي ايش قد الرسوم؟ يقول لي 420. انطيك 420 يقول من يقول التقدير مال البيت صح؟ اخي اضربها في 10 في 10 هي اذا قدر 25 اضربها في 10 250 420 انطيك 4 ملايين و200 ما يقبل. رحت اشتكيت على المحكمه مكان واصلين معايا هالمره صارت ضدي. يعني انت تدري من تشتكي على الطابه مو تروح تشتكي، لازم تشتكي على وزير العدل اضافه لوظيفته. القاضي رد الدعوه وحملني مصاريف القضائيه واصحاب المحاماه للمدعى عليه، يعني ممثل الطابه ومن جاي حضر امام المحكمه حملوني مصاريفه 100,000. وصار لنا اليوم اربع سنين انا راجع وقبلها سنين يعني قبلي ابويا وقبلي يعني اصدقائنا وقرايبنا كلهم نفس الشيء نفس الحاله. احنا مو معامله واحده. زين سؤال اخ محسن، انتم لما رحتوا بالبدايه قبل اربع سنين على الطابو وطلعوا مزورين نطاكم وصل انه انتم دفعتوا نطاكم طابو رسمي لو لا؟ ما يقبل، لا ما يقبل، ما نصف لك صوره قيد وانتهى الامر. طيب من دفعتوا رسوم شخدتوا مقابل الرسوم؟ احنا ما دفعنا قبل اربع سنين، دفعناها من 2008 2007. هو من دفعتوه بال 2008 2007 ايش نطاكم؟ انطوني وصولات وحولوا البيت اسم والدي. يعني تحول البيت؟ حولوا البيت شغله. طيب من تروحون للمحكمة تقول لأني من نطوني هذا الوصل وهاي الجهة هي المزورة مو أنا وأني دافع، شو يقول لك؟ عفوا الوصل احنا ما محتفظين به. أها الوصل تدري أنت تنطي رسوم للدائرة الحكومية ما تحتفظ بالوصل، شو تسوي بالوصل؟ وشغلتك صارت يعني كملت وتحول البيت باسم والدك، شو تسوي بالوصل؟ نعم نعم احنا هذا صار لنا سنين نجور على مود بس ينطونا صورة قيد ما يقبلون. نعم 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 نسدد رسوم من جديد ما يقبلون، ايش يقولون؟ يقولون الا يوافق الوزير. طبعا انا رحت على الطابور العام ببغداد، رحنا على الوزاره هم ما حصل، قالوا شهر ويجي الكتاب معكم. واليوم صار لي اني شخصيا اربع سنين راجع على الطابور وما حصل شيء. ورحت اشتكيت على المحكمه. هم نفس الحال. طب بالمناسبه هن خمس سجلات المتوقفات الطابور والزهور. خمس سجلات ما يقبل يفضونها، طبعا هاي خمس سجلات اذا قعدت لجنه صحيح وشغل صحيح شهر زمان تفضهن، اليوم صار لي اني اربع سنين رايح جاي وما حصلت اي نعم 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 وصلت ان شاء الله اخ محسن. يعني قضية الأخ محسن يعني تبكي إله والعائلته ومضحكة، يعني لما تسمعها واحدة من الدول هسه وتشوف حال العراق يضحكون على العراق. يعني دائرة رسمية بها لجنة تأخذ رسوم وتطلع اللجنة مزورة وينحكمون والمحكمة تدري إنه هاي اللجنة مزورة والدنيا تعرف بيهم والناس يعرفون بيهم ويروحون يقولهم يابا إحنا كنا بذاك الوقت، يقولهم لا تعال يابا ندفع من جديد. هو دافع ومسجل البيت باسمه. زين أريد أسأل سؤال، شلون تسجل البيت باسمه بدائرة الطابو وما دافع رسوم؟ أريد أسأل أبو الطابو شلون يعقل بيت يتسجل باسم واحد بمكان وهو ما دافع رسوم التسجيل؟ وإذا كانت الجهة مزورة لازم تخلون آلية معينة عندكم بالدائرة أنه العقود والطابوات اللي تسجلت بفترة ذيك اللجنة اكو لها آلية معينة للعمل حتى تسهلون على المواطن. ثالثا المواطن يقول له ادفع لك رسوم من جديد، يقول له منو يقول؟ يا بضرب لك اياها في 10، يقول له لا منو يقول؟ زين المواطن وين يطوي وجهه؟ ما حد يدري. حيدر من البصرة حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. تحياتنا لك والسلام طيب ان شاء الله طيب. الله يسلمك. والله أستاذ العزيز حكومة محاصصة وحكومة الأساد وحكومة رشاوي وحكومة ميليشيات مفلسة صراحة يعني نعم بس هم مو زلم يا ربي ما حد زلمي كلهم عمان وكلهم عارات وكلهم جبانية وخوافين وكل خير ما بيهم. هذا العرميري جبان، قيس الخزاري جبان، كلهم جبانيين no. وكلهم زباين وكلهم عارات. سراق باقوا الشعب كله والشعب صغير وان شاء الله رب العالمين ينتقم منهم بجر محمد وال محمد. الموزل عمان هم كلهم عمان صراحه يعني كلهم عمان وكلهم ما بهم خير. نعم no. شكرا لك اخ حيدر من البصره.
كشفوا عراقيين بمقاطع مصورة لعبة فساد جديدة تديرها جهات متنفذة داخل البنك المركزي وجهات نافذة مرتبطة بها عبر عدم تسليم الحوالات اللي تجي من خارج العراق إلى أي مواطن عراقي بالدولار، وفرضوا أن يتم تسليمها بالدينار العراقي وبسعر أقل من قيمتها. يعني هي بالوقت اللي العراق تعبان من قضية صرف الدولار والفوارق ما بين شركات الصيرفة والمنافذ الرسمية، هسه أكو لعب جديد بمشهد جديد من مشاهد التضييق على العراقيين اللي تجيهم حوالات من برا حتى الناس تساعد أهلها اللي موجودين جوا. خلونا نسمع هذا الفيديو. دس حوالة كارثة، تستلم حوالة كارثة. يعني لو تسوي شيء ممنوع هواية أسهل، تجيك الحوالة قوة يلا تعرف منين تستلمها ويقول لك بالسعر الرسمي. لا، ومو بس مو بالسعر الرسمي، حتى اكو مكاتب وشركات ب 128 تسلمك وهو الدولار فوق ال 160 برا. يعني انت اذا تجيك 1000 دولار انت بالوجه خسران 200 دولار. زين، ليش اليوم يصرحون يقولون احنا عندنا احتياطي يغطي المصارف 15 شهر وهو المفروض 3؟ وين الاحتياطي؟ وانا على اي اساس هي حواله جايه بالدولار راح تستلموها بالدولار؟ ليش تعطيني عراقي؟ سعر رسمي مو سعر رسمي، انا جايتني دولار سلمني دولار يا اخي. يعني تحول تبتلي، تستلم تبتلي، الى متى؟ يعني هو احنا مثلا در هرب للدولار؟ يعني واحد تجي له 20 30 ورقه يحول استلام وتسليم يبتلي على عمره؟ زين العالم اللي عندها مصالح، الناس التجار عندها شغل، شلون؟ هنا بدك تسمعون صوت الاخ اوس فاضل مشهور ومعروف بالعراق، فما بالك بالمواطن العادي اللي صار الحصول على الدولار بالسعر الرسمي هي قضية بالنسبة للمواطنين العراقيين، على الرغم من توفر شروط مطلوبة وتسجيلهم على الروابط الإلكترونية اللي توفرها الشركات المجازة من قبل البنك المركزي. لكن المواطنين ببغداد اشتكوا من صعوبة الحصول على الحصة المخصصة للمسافر من عملة الدولار من قبل بعض الشركات الصيرفة المعتمدة بالعاصمة، وقال لو انهم يشوفون صعوبة بهذا الموضوع لانه اكو اعداد مو قليلة من المسافرين اللي تكدسوا امام مقار هاي الشركات المجازة بصرف الدولار. ناشدوا المواطنين وزارة المالية ان تتابع ارقام الشكاوى اللي اعلنوا عنها او اعلن عنها البنك المركزي حتى يقدمون اي شكوى من خلالها، لأنه هاي الأرقام مغلقة فما ما يقدر المواطن يخابرها. وبين عدد من المواطنين أنه أكو عدد من الشركات وبسبب الزخم الموجود عليها وحصتها اللي من المفترض أن تبيع 3000 دولار لكن هي تعطي أقل من هذا الشيء وتنطي بهالمقابل وصل. يعني شلون المسافر حصة 3000 دولار يروح إلى هذا المنفذ يعطوه 2800 دولار ويكتبوا له وصل 3000 دولار وأكو 200 دولار بالجيب. هذا اللي يرفضون المواطنين ويضطرون في بعض الأحيان أن يقبلون به لأنه يحتاجون للسفر بشكل عاجل، خصوصاً اللي عنده علاج. وآخرين اتهموا بعض الشركات أنه هي تبيع الحصص إلى مقربين منها مقابل مبالغ مالية وتترك اللي يحتاج للدولار خصوصاً اللي سافر لأغراض العلاج أو العمرة يواجهون الأمر بدون حلول. خلونا نشوف شهادة من أمام إحدى شركات الصيرفة في العاصمة العراقية بغداد واللي هم مسجلين دورهم هاي الشكوى من أمام هاي الشركة. خلونا نشوف. احنا واقفين من 9 الصبح مقابل الشركة ورطونا حجزنا، هاي العالم كلها حاجزة واقفين من ثورة. زين زين، انتوا اليوم اذا ما تفتحون ليش فتحتوا حجز ورطوا العالم؟ عالم جاي محافظات ومن كل مكان، ما ندرس شنو مصيرنا. يعني تخيل واحد يفتح الموقع الإلكتروني ويسجل دور وينطوه سرة ويروح ويلقى الكبنج مسدود، زين شنو ذنب المواطن؟ يروح يسجل دور ثاني ومن يرجع للبيت يلحق يسجل دور ثاني بهاليوم؟ لو ابن يعني ابن المحافظات الاخرى واهلنا اللي موجودين هناك وجايين الى بغداد حتى يصرفون لان عنده سفر، هذا يرجع لمحافظته ويرجع لاهله، طون الحاسبه يفتح الموقع سجل من جديد رجع لبغداد وجل هنا، هم يلقاهم عزله؟ زين ذولا من يعوضهم؟ هاي الحالة نفس الحالة اللي حكالنا عليها محسن من الموصل بس بغير طريقة. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع وقالت أبو حيدر الجوداوي يقول
تحلم ينزل الدولار لان احزاب منتشيه ومستفاده وحاكمين المصارف وقبضه من حديد. باقر خالد، البلد اللي تتحكم بايران ما يستقر ابد، وبعد وبعد نوصل نفس لبنان. رامي عماد، الاحزاب والعلاق راح يودون العراق الى كارثه. ابو الصوف يقول نفس ما حصل في لبنان والقادم اسوء. هذا كان تعليق الناس. ابو علي من الديوانيه حياك الله. ابو علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. التيار الصدري يقول امتنع من الانتخابات، زين هو التيار الصدري امتنع ولا ما امتنع؟ احنا شو مستفادين؟ هو الشعب نفسه امتنع من الانتخابات، يعني حصلنا خيبه امل كبيره. نعم. هل ما نتوقع لان ويا هالحكومه خسرنا دنيا والاخره. احنا بالدنيا مرتاحين ولا بالاخره مرتاحين. زين. نعم. بروح ابيك زين كل الحكومات بالعالم تشفق على شعوبها. الا الحكومه العراقيه والمتعاقبه ما قبل 2003 الى يومنا هذا ما ترحم بينا نهائيا، ولا وبالاخص الجنوب لا شركه حروب ولا هاي، بس حاطنا تحت الصفر. يعني انا اناشد الحكومه اقول لهم بالله عليكم، يعني لا يجي مريض للمستوصف للمستشفى الى هو عنده يعني راتب 3 ملايين مليون ونص اخذوا من عنده. زين يعني انتم تجون تاخذون من الفقير اللي لا عنده لا شبكه ولا راتب. نعم. ولا اجى طفل جيب 200 ادويه و500 للمستشفى، زين ولا عنده بيت متزوج حديد. نعم. لا عنده بيت، لا عنده شبكه، تاخذون 700 ما انت شنو هو؟ نعم. يعني انتم تساعدون الانجاب بالعراق لو الضمون الفقير قاعدين. نعم نعم. يعني مستشفى تروح ليها جيبت فيزتك من الخارج تجيب لنا 500 ريف هاي مستشفى بالخير. نعم. يعني هذا يصير عنده طفل يصير عليها بخمس ملايين بعد ما جاء للدنيا. نعم معروفه قضيه المستشفى. حطوا والله بين عيونكم. نعم. حطوا والله بين عيونكم. نعم. الله وكيلك ما شفق علينا بالجنوب واحد لا من المرجعيه ولا من الحكومه ولا من يجي بعده، لان تحت الصفر ما دام احنا يعني 60-70% بالجنوب تحت الصفر. الله وكيلك راح تلقاها واقع حال موجوده بالجنوب كله. يعني زين هذا العيل ما عنده 700 الف ومرته تريد تولد، هذا منين يجيب الله بروح هذيك؟ قال لك تصدق عليه الناس؟ يعني بلد النفط ارضنا ونفطنا تصدق علينا الناس؟ يعني انتم طلعتونا لا من طلعتونا من دين، طلعتونا من كل الانسانيه، طلعتوها جربتوها ويانا يعني. والله فرعون ما حكم مثلكم. نعم نعم نعم. مثل صدام، صدام كان يعدم واحد يعطيه بيت، عم يعدمونه وطونا بيوت، اخذوا ملك العائله واحد يكتبوا اشوفوا قلبكم وطونا بيوت نقعد بيها. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. لما بلشت السلطات الحكوميه بتشييد المجمعات السكنيه قبل اعوام، كان الهدف المعلن منها هو حل ازمه السكن. تحولت إلى مخزن للقيمة للي يمتلك فلوس بدل أن يحتفظ بالسيولة النقدية. ويتزايد أعداد المشاريع السكنية اللي تروج دعايتها لحياة من الرفاهية في قلب العاصمة بغداد، تتصاعد الأصوات المنادية بالرقابة على منح الرخص الاستثمارية والأراضي المميزة وتجديد الرقابة على الأسعار الفلكية اللي تباع بها الوحدات السكنية. وكانوا المواطنين من أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط هم ضحية هذه الإعلانات وراء ما صدقوها وأخذوا القروض حتى يشترون وحدات سكنية بهذه المجمعات وتقسيط المبالغ على سنوات طويلة. وراها صدمتهم الشركات الإنشائية بوحدات سكنية تعاني من مشاكل جمة، إضافة عن تأخر في مواعيد التسليم بسبب غياب الرقابة الحكومية، وراء ما تبين عائدية هواية من هذه الشركات إلى أحزاب ومكاتب اقتصادية متنفذة. خلونا نستمع شهادة أصحاب الشقق في مجمع العطيفية السكني المتلكئ. مجمع أبراج العطيفية السكني أغلب عقودنا انتهت قد السنة سنة ونصف سنتين موعد التسليم، والمستثمر كل مرة يسوي لنا اجتماع من شهرين يبقينا موعد شهرين وثلاثة، هاي صار أكثر من سنتين. هسه اجى نفس الحاله، لا عنده موعد تسليم ولا يعرف ايش وقت يسلمنا، ويذب دائما المشاكل براس وزاره الكهرباء، يقول وزاره الكهرباء ما تعطيني كهرباء،
بالاضافه للكهرباء عنده هواي مشاكل زين، مرحله التسليم والتسكين من الجراج من النقص بالعمارات تكليف ماك نهايه. والطالب احنا الجهات المسؤوله ورئيس الوزراء بالخصوص، لان هو طلع وتكلم وقال انه انا راح اتابع المشاريع الاستثماريه والتلف. الطالب رئيس الوزراء حل هاي القضيه والتدخل شخصيا فورا من عنده، لان اغلب الساكنين ضايعه بيوتها وقاعده بالايجار، وما وصلنا مرحله بعد حتى ايجار ما نقدر ندفع. فنطالب رئيس الوزراء وهيئه استثمار بغداد بحل هذا الموضوع. صاروا العراقيين يحلمون بسكن يليق بالكرامة الإنسانية، وترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن العراقي، وراء عمليات غسيل أموال من قبل جهات وأحزاب متنفذة بشراء أراضي وعقارات بمبالغ خيالية. ويبرز في السياق التقصير الحكومي بإدارة ملف الاستثمار بالوحدات السكنية اللي علامته الوحيدة والعديد من المشاريع الإسكانية المتلكئة هو حال مشروع الخالدون السكني في محافظة البصرة اللي توقفت أعمال البناء به سنة 2011 بوسط تساؤلات بال 2023 شنو مصير هذا المشروع؟ حاليا داخل مجمع الخالدون. شوف والله مو حرامات، هذا المجمع هيجي متروك، شوف 1400 بيت صار لهن 14 سنة متروكات. شوف هاي مدرسة كاملة متروكة، البيوت شوف البناء شلونه، بيوت طابقين كاملات راح ياكلهن التراب والمطر، وأهاليتين قسم قاعدين بيجار وقسم قاعدين بالحواسم يعني مع الأسف. ناس لما نشوف هذا الحال وده تسمع باي الفيديوهات تعلق على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك علي الهاشم، واكو مجمع همين في حي الجامعة في محافظة البصرة العمل واقف به منذ زمن بعيد. أبو حسن البصراوي، أين محافظة البصرة من هذه المشاريع المتوقفة من سنين؟ أعتقد القضية متعمدة وكل الأسئلة تجدونها عند أعلى سلطة في محافظة البصرة. عبد الزهر البطاط، هذا المجمع السكني شاخص منذ أكثر من 10 سنوات فقط كهيكل، ولا ندري ما هو السبب والمبرر سوى الإهمال وانعدام المسؤولية والمحاسبة وهدر المال العام وعدم الاهتمام بالمواطنين وصراع الأحزاب الفاسدة فيما بينها على المكاسب على حساب مضرة الشعب وتعاسته. أبو محمد التميمي يقول أكو نفس المجمع موجود في حي الجامعة قريب على ساحة سعد في البصرة، وهاي ثاني تعليق يقول عن هذا المجمع. يعتمدون العراقيين من أكثر من 3 عقود على مشروع البطاقة التموينية اللي ابتكرها العراق سنة 1990 تحديدا شهر آب لمواجهة الحصار الاقتصادي ودرء المجاعة عن العراق اللي كانت أمريكا تحاول تسويها عن طريق الحصار. حظى المشروع بإشادات منظمات وخبراء اقتصاديين بفضل قدرتها على انتشال العراقيين من المجاعة أفضل الحصار الغاشم على البلد اللي منع العراق أن يستورد به حتى قلم الرصاص. وأشارت إحصائيات إلى أن 80% أو أكثر من الشعب العراقي هو مجموع المستفيدين من الحصة التموينية، علما لما بدأت الحصة التموينية كانت 100%، حتى البعثات الأجنبية والأجانب الموجودين بالعراق كانت عندهم حصة تموينية. وحاولت الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق وراء 2003 بأكثر من مرة أن تلغي البطاقة التموينية، لكن معدلات الفقر الكبيرة حالت دون هذا الشيء. بالرغم من كل هذا ما تراعي الحكومة شريحة كبيرة من العراقيين ممن يعتمدون على الحصة التموينية. شاهد كلامنا، هذا ما وزعته وزارة التجارة عبر وكلائها من مفردات رديئة مليئة بالديدان، وطلعنا هواية من أدها، وهاي الصور لمادة الحمص اللي توزعت هذا الشهر. اليوم احنا استلمنا الحصة التموينية، قدم لك تفضل. هاي شنو يا حاشة؟ هذا حمص حاشة يمكن. اي والله هاي خاف الفقير ما عنده يسوي قيمة منه وبيه لحم. وانا وزير التجارة مدري وزير الحرامية ايش اسمه هذا هو اللي يجيب العالم. ما شاء الله صلى على محمد. الجماعة يطلعون مظاهرات على مود فلسطين. اما احنا محتلين بدون فلسطين. تفضل تفضل. هاي شنو؟ هاي كانت مادة حمص اللي توزعت هذا الشهر على العراقيين.
اعتادوا العراقيين على الفضائح المتعلقة بجودة المواد الغذائية اللي تم استيرادها عن طريق وزارة التجارة ووكلائها، واللي ما يعتبروا مستغرب أن يتداولون العراقيين صور لرداءة المواد الموزعة عليهم اللي تجلبها الحكومة من أسوأ المناشئ. لكن المثير للاستغراب أن حصة التمن الرز اللي تم توزيعها مؤخراً ما كان بيها قمل أو دود، لا، هالمرة الحصة بيها برادة حديد. هذا اللي قال لنا يا وكيل لحصة تموينية بمحافظة نينوى. تعالوا نشوف أخواني الكرام، اللي استلموا هذه الوجبة التمن به مادة حديد، وهذا جاري أحد جيران استلم وجبة من تلعبطة من أحد الوكلاء وظهر بها هذا الحديد، يعني حديد ناعم بالمغناطيس يبين. فنرجو يعني أن يأخذون حذرهم من هذه الشين المادة اللي بالتمن من أحد الوكالات العبطة، استلمها آخر وجبة التمن فظهر هذا الحديد الناعم يظهر بالمغناطيس أو حطيته أو بالغسل شوفوا يعني يرتفع فوق همه. فنرجو أن حفاظا على صحتكم، وهذا يعني أن كل واحد ينشر هذا المقطع حتى تستفاد الناس حفاظا على صحتهم، وشكرا. كانت امهاتنا قبل لما نشتري تمن من المزارع مباشره، خصوصا من المشخاب، تمن العنبر درجه اولى والمعروف في العراق، تقعد تلقط الوصاخه والحصو والدنان وبعض وجبات الحصه التموينيه ايضا. هسه الحصه التموينيه لما تجي المره تلبس نظارتها وتلقط، وراها تقول لابنها ناوشني المغناطيس، وتقعد تفر على الصينيه. عشان هذا السؤال أسأله وزير التجارة. فاصوليا مدودة، تمن مدود، تمن مقمل، تمن ببرادة حديد، عدس ما أعرف شونه، طحين مدود، شنو الموضوع؟ الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق كان ويانا على الحصة نوفل يوسف، لو بقي عدود أفضل، على الأقل يصير علف حيواني، هسه ما تقدر تخليه علف للحيوانات. مروان آل نسيم، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة، وين النزاهة؟ اسماعيل عبد الله اسماعيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصل الفساد في التموين والتربيه. وخالد الجبور يقول عادي، الحديد مفيد للجسم والدود بي بروتينات. فكان هذا تعليق خالد الجبوري. جامعيون اعادوا التفاعل على وسم الوزير يهمش الدراسات بمنصه اكس احتجاجا على ذهاب مقاعدهم لطلبه ما يستحقون المقاعد الدراسيه وفقا للمحاباه والمحسوبيه، واجمعوا المتفاعلين على هذا الوسم انه توجيه نعيم العبودي او وزير ميليشيا العصائب مثل ما يسموهم باشاره الى انتمائه الى الميليشيا للتحقيق بشراكه ويا الجامعات والكليات الاهليه لاطلاق برنامج دراسات عليا بالجامعات الاهليه. هو محاوله رخيصه حتى يبيعون الشهادات عبر هاي الجامعات اللي اعتبروها مو جامعه، دكاكين لبيع الشهادات. خلونا نستعرض عدد من هاي التغريدات على هذا الوسم. علياء، هاشتاج الوزير يهمش الدراسات، حقنا وين مقاعدنا؟ وين ضمائركم؟ وين؟ فاتي تقول ساعدونا يرحمكم الله، لا نستطيع الدراسه بالخارج وترك اهلنا واطفالنا، الخاطر الاطفال اللي عندنا انطونا توسعه. النغم تقول الوزارة ترغم الجامعات على عدم شغل المقاعد ليتسنى لها فتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، القرار مرفوض نيابيا. وزارة تقول مقاعدنا شاغرة، أقسام حتنسد بسبب الشواغر، رصانة زائفة ينطون كيرفات واستثناءات، إرجاع المرقنة قيودهم، الاهتمام بالطلبة المبتعثين، فتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، ويستمر التخبط في الوزارة على حساب من؟ على حساب الطلبة المتقدمين لهذه السنة. كانت هاي التغريدة وغيرها كلها على وسم وهاشتاج الوزير يهمش الدراسات. بالنسبة إلى رصانة التعليم بالبلد، من المهم أن الجامعة أو الدولة تهتم بجامعاتها الحكومية حتى تزيد من رصانة التعليم بالبلد، لكن على ما يبدو أنه نعيم العبودي يقول لك هي بقت على التعليم، خلنا نفتح الدراسات عليا بالجامعات الأهلية. يمكن يقول طز بالجامعات الحكومية، يمكن، أنا ما أعرف. رسالة أحييكم من أعماق قلوبنا اليمانية أيها الأحرار المناضلين في أرض الرافدين، وإن شاء الله يزول عنكم المحتاجين ومن عاونهم المحتجين، وكما أن قلوبنا مجروحة مما وقع لإخواننا أهل غزة الأبطال، كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه، إن شاء الله على وأنه على ما يشاء قدير. ورسالة أخرى تقول
اللهم انصر أهل غزة على العدوان الصهيوني، اللهم انصرنا نصرا عزيزا تعز به الدين، اللهم ادخلهم فسيح جناتك. الخاطر الله عز وجل ناجدون على حل مشاكل طابور الزهور. اليوم صار لنا 4 سنوات أراجع على سحب صورة قيد سند، ما يقبلون ينطونا بحجة أن رسوم نقل الملكية مزورة، علما أن الموظفين اللي زوروا وتحاكموا هم الآن بالسجن. هاي الرسالة أكيد رسلها لنا السيد محسن اللي اتصل من نينوى ويحكي عن وزير العدل خالد شواني. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى لهذا المساء، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة، برنامج جديد باكر، موضوعات أخرى. في أمان الله، انتظروني.